في إطار التعاون القائم بين البلاد وشركاء التنمية، فقد نظمت وزارة الآفاق الاقتصادية والشراكة الدولية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ورشة خاصة لمراجعة أنشطة المشاريع والبرامج التي يمولها الاتحاد الأوروبي منذ العام 2021 حتى نهاية 2027. وقد أشار وزير الآفاق الاقتصادية والشراكة الدولية موسى بتركي إلى الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لدعم سياسة الحكومة الرامية إلى تحسين الخدمات الاجتماعية ودعم مشاريع التنمية الاقتصادية بالبلاد، مؤكدا أن البلاد واجهت ظروف اقتصادية صعبة منذ ظهور أزمة كوفيد-19، وبالرغم من تلك الظروف والصعوبات التي مرت بها البلاد حققت الكثير من الإنجازات المتعلقة بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في مختلف المجالات. ممثل سفير الاتحاد الأوروبي هو الآخر أشار إلى التعاون المثمر بين البلاد والاتحاد الأوروبي، وأكد إلى أنه لا تزال أن الشراكة قائمة بين مؤسسته والبلاد، وأنه سيبذل ما في وسعه لتحقيق وتنفيذ المشاريع الطموحة المتبقية والمدرجة في جدول الأعمال.